يعرف طبيب الطوارئ المستقبلي مارك فيليب زورغا تماماً ما ينبغي فعله في حالة الإجهاد الحراري. لقد سبق له العمل في فعاليات عديدة لهذا الغرض، ففي فعالية الصيف الكبيرة تحدث مراراً حالات تستدعي التدخل. المصابون هنا هم أشخاص يضطرون للوقوف طويلاً أو لم يشربوا كفاية من الماء أو يشربون الكحول ولا يقون أنفسهم من أشعة الشمس فيصابون بإجهاد حراري أو ضربة شمس. ما الذي يحدث عند الإصابة بضربة شمس؟ تحدث ضربة الشمس بسبب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة على الرأس والرقبة، هذا يؤدي لتهيج السحايا. تشمل الأعراض الصداع وتيبس الرقبة والإحمرار وسخونة الرأس مع جلد الجسم البارد والدوخة والدوار والغثيان والقيء. ضربة الشمس لا تهدد الحياة عادة، لكنها مزعجة جدا للمصابين، إذ يمكن أن تظهر أعراضها بعد مرور يومين على التعرض القوي للشمس، ويصاب بها الأشخاص الذين لا يغطون رؤوسهم مثلا، أو الأطفال الذين تكون رؤوسهم كبيرة نسبيا مقارنة بأجسامهم. توضح مدربة الإسعافات الأولية يوديت هون ما يجب فعله في حالة التعرض لضربة شمس: الابتعاد عن الشمس والذهاب فوراً إلى الظل أو إلى غرفة أبرد، الجلوس مع رفع الجزء العلوي من الجسم، وشرب الكثير من الماء، وتبريد الرقبة والرأس بمنشفة مبللة. أما ضربة الحر فخطيرة حقاً، إذ يتوقف إفراز العرق بسبب البقاء لفترة طويلة أو جهد بدني كبير في مكان حار ونقص السوائل. الأعراض هي احمرار جلد الجسم وسخونته وجفافه بالكامل، وحمى تتجاوز 40 مئوية، إعياء وغثيان وقيء، دوخة ودوار وتشتت ونبض سريع وضعيف، وصولاً إلى انهيار الدورة الدموية. ضربة الحر مصدر تهديد للحياة، فالحمى المرتفعة يمكن أن تؤدي للموت في النهاية، لذلك يجب استدعاء خدمة الإسعاف فوراً والبدء بالإسعافات الأولية. على مقدمي الإسعافات الأولية إخراج المتضررين من المكان الحار فوراً، لأن كل لحظة مهمة. نزع الملابس الدافئة ووضع وسادة تحت القدمين ورفع الرأس قليلاً، تبريد الرأس والرقبة والذراعين والقدمين فوراً باستخدام مناشف مبللة لتخفيض حرارة الجسم، إعطاء المصاب الكثير من السوائل لتعويض فقدان السوائل، مراقبة درجة الحرارة والنبض والتنفس والوعي، وإذا توقف القلب يجب عمل الإنعاش والتنفس الاصطناعي. إذا قمنا بإجراء دورة الإسعافات الأولية فسنعرف كيف نتعامل مع حالة كهذه، وإذا وفرنا مشروبات باردة وحمينا أنفسنا من أشعة الشمس فنحن في أفضل حالة وقائية.